شوف يعني الخلاف اللي حصل بيني وبين الأستاذ أسامة عركشة ليس مادة للنشر وليس مادة للآخرين أنهم يكبوا جاز، وخلينا نستعمل تعبير كب الجاز، لأنه الأستاذ أسامة عركشة يمكن نشأته النشأة الريفية ومحتد شوية وبيسمع للناس. أنا طبعا بعيب عليك يا أستاذ أسامة أنه أنت اديت ودنك لناس كتير سمعت منهم كلام نقلوا كلام غلط، وعشان كده حصل هو أو مساحة الناس لقت فيها ملعب تقدر تلعب فيه وتقول كلام كتير فارغ. يعني مرقت الكلام بطريقة لطيفة، ولكن رسائل وصلت مباشرة. لا هو ده كلام كان مكتوب في الجرايد وغلط مش صح. أنا علاقتي بالأستاذ أسامة الله يرحمه علاقة قديمة جدا جدا، يعني أيام ما كنت بشتغل في الدعاية والإعلانات والأغاني والمسرح وكده، صديق وصديق عزيز، وكنت بنروح نقعد عنده في. وإيه سبب الخلاف؟ ليه اختلفتوا وما تعملش الجزء الثالث برضو من زيزينيا؟ هو ما كتبش الجزء الثالث أسامة. ايه عشان هو الخلاف اللي حاصل، الحقيقة أنا مش عايز أذكر أشياء بره الحكاية، بس أسامة كان بيتدخل وأنا كنت بزعل، لأن إحنا أصحاب وإخوات، أنت صديق وعزيز وغالي، ليه تتدخل في المساعدين وكل الناس بيقعد يتدخل في شغلهم، وخصوصا إن ابنه هشام الله يرحمه كان بيشتغل معايا مساعد. أوكي. وبعدين هشام غلط مع الناس يعني؟ لا غلط في حاجة. أوكي. أسامة كان كاتب في ديكور معين، ديكور بنينه، كان كاتب مثلا 11 مشهد، ال 11 مشهد اتعملوا وهشام لغى بقى الديكور وابتدينا نشتغل في ديكور اخر واتهد. اوف. فراح نازل متخانق معاه وضربه وعامل مشكله، لانه في مشهدين لسه ما اتعملوش والمشهدين ما كانوش معانا في الورق. يعني الولد ما غلطش، الله يرحمك يا هشام، الولد ما غلطش ولغى الديكور وده الا بناء على الورق اللي كان معانا، ما كانش كامل لسه الورق برضه، كان لسه بيكتب اسامه. وزعلت جدا منه. وانت ما كنتش تعرف انه لسه في مشهدين؟ لا عرفت وما كلمني في التليفون. كلمني وقال لي في كذا وكذا وكذا وهنتعمل. فقلت له طيب هنتصرف بحيث ان احنا نعمل المشهدين دول بره، لانه الديكور اتهد خلاص. راح نازل ومتخانق مع شام وضربه وده زعلني جدا، وقعدت اتفاهم معاه. هشام ابنك بس المساعد بتاعي، اتفاهم معاه في البيت، ما ينفعش قدام الناس وقدام المجاميع والفنيين وكده تضربه. ضربه وده زعلني من أسامة. وكبر الخلاف يعني وسع الخلاف بيناتكم، التدخلات يعني التدخلات دي بس هي اللي زعلتني. برضو كمان النجاح انه انت عم نحكي باسمين، أسامة وجمال، يعني اسمين. انت برأيك كان حيسمح لك تاخد هذا المساحة من النجاح؟ الحقيقة هو الاتفاق اللي حصل بيني وبين الأستاذ أسامة الله يرحمه، انه بعد ما عملنا أرابيسك كلمني في ان احنا هنعمل امتداد للشخصية المصرية ومسلسل مهم جدا بالنسبة لي. قال لي كده بالظبط. طيب. كان مسلسل ده زيزينيا. فطلبت منه ان انا اشتغل على بال ما يكتب، يعني اشتغل مع مؤلفين اخرين، اشتغل مع عمل او عملين على بال ما يكتب كده. وفعلا عملت مسلسل علي بابا، جبت فيه يحيى الفخراني، وعملت مسلسل حلم الجنوبي صلاح السعدني، واشتغلنا عملنا الورق بقى والكتابه، وقعدنا واتكلمنا في التفاصيل والى اخره. وانا وهقول الكلام ده للاخر، أسامة انور عكاشه مفيش حد كتب في تاريخ الكتابه التلفزيونيه زيه. هايل كان، وان انا موجود مع أسامة انور عكاشه ده بالنسبه لي فخر. اوكي. وان انا بشتغل مع هذا المؤلف العظيم، وانه عايزني
طول الوقت يبعت لي وتعالى وهنشتغل وهنعمل وهكذا. مسألة بالنسبة لي فخر جدا يعني. فأنا كنت بعشق أسامة وبحبه جدا. وسبب زعلي مش الكتابة، الكتابة هايلة، التدخل بس يعني صار حتى بده يتدخل بالأمور اللي بتخصك أنت. بالظبط كده. يعني أنا دي مسؤوليتك أصلا. بالظبط كده. قلت له الكلام ده، قلت له يعني أنت صاحبي وأخويا، أطلب مني أنا اللي أنت عايزه. أنا قلت لك في التليفون أنه المشهدين دول هعملهم بره، واتفقنا على المكان اللي هنعملهم فيه. مش معنى ان الديكور اتهد انه مهم بقى خلاص انه المشهدين دول يتعملوا، وخصوصا انه كان احمد بدير في المشهدين دول. وكنا ابتدينا نعمل يعني، كان يحيى الفخراني اختار له مكان يشتغل فيه حسب سياق الدور، حسب الشغل اللي هو عنده يعني. فهنعمل ده بره، هنعمله ممكن خارجي يعني نعمله بره الديكور، هنعمله في المكان اللي اختاره له يحيى الفخراني وكده. فما تزعلنيش بقى وتبطل التدخل ده في وسط الناس. قول لي ده انا صاحبك واخوك وانا بعشقك يعني. انا مش يا أسامة، انا مش حد غريب، احنا اصحاب واصحاب من زمان. وامتى اتفجر البركان؟ في الجزء الثاني، واحنا بنشتغل الجزء الثاني. كان يعني قطيعه؟ لا، ما حصلش قطيعه. انا اما تعب كنت بروح للمستشفى دايما، كنت دايما بروح المستشفى. وكنت طبعا صديق وصديق عزيز وغالي. ولما تعب وروح المستشفى رحت مع وبروح له البيت وهكذا يعني، صديق. ما كنا اتفقنا خلاص ان احنا مش هنشتغل، مش هينفع تشتغلوا مع بعض، مش هينفع نشتغل تاني. راسين بفرد ده للاسف اللي حصل يعني. ما كانش الله.